انت ليه مصر ان احمد حسام ميدو يمشي؟ هو قد مين لنادي الاسماعيلي يا جماعه؟ دي مش فتره اختبارات زي ما انا قلت قبل كده. الاسماعيلي عايز يطلع من المخرج اللي هو فيه، لازم يطلع من الازمه اللي هو فيها. مش وقت ان انت بتجرب، مجلس اداره بيجرب، مدير كره بيجرب، مدير فني بيجرب، احنا مش معمل تجارب. الاسماعيلي مش معمل تجارب، ده الاسماعيلي ده يا اخوانا يعني ضلع من ضلع الكره الافريقيه مش المصريه بس. الاسماعيلي يعني معلش شعبيه الاسماعيلي قلت ليه؟ بسبب الحرب اللي على نادي الاسماعيلي، وده مش معمل تجارب زي ما بقول لك. احمد حسام ميدو على عيني وعلى راسي يا عم الحاج، قلت لك انت راجل اعلامي واتجهت الاتجاه الاعلام، سبت التدريب بقالك اربع خمس ست سنين، لما تيجي ترجع النادي الاسماعيلي في الموقف اللي هو فيه في الحال اللي هو فيه، وقلت ايه هنعمل نتائج، نستنى النتائج، مفيش نتائج. يعني انت مثلا عدينا ماتش الزمالك كنا ماشي، الماتش اللي بعد الزمالك كنا ماشي، الماتش الحرس اتغلبنا من حرس الحدود، اتغلبنا من حرس حدود، وتعادلين من خمس ماتشات، يعني نقطتين من من 15 بونت، ده دي معادله صحيحه، دي اللي هتفضل الاسماعيلي في الدوري. طيب كان الاسماعيلي يعني مثلا في المركز اللي قبل الاخير، بقينا الاخير بجداره، بقينا الاخير بجداره. طيب يا عم احمد حسام ميدو انت بتحب النادي، شوف لك منصب تاني، اعمل لعيبه، طلع فرغ، اعمل تعاقدات، اي حاجه، لكن لازم حمزه يرجع. حمزه مسك في ظروف مماثله للموضوع ده، وانا قلت لك الموضوع ده لازم الاسماعيلي حله، يعني ان احنا واحد من ابناء النادي اللي يمسك في الفتره دي، حد من ابناء النادي، حمزه الجمل اقربهم، مسك في ظروف صعبه زي دي وعمل نتائج مع الاسماعيلي. مش وقت تجارب، احنا ما بنجربش، جبنا واحد ونجح معانا خلاص، تجربتك تعالى يا عم حمزه وامسك وتعامل واشتغل. وانا اثق ان شاء الله باذن الله ان حمزه هيخلي الجمهور او هيفرح الجمهور وهيفرج النادي ويفرحنا. وبعدين انا بتكلم على فكره، انا ما بدخلش النادي الاسماعيلي، انا ساكن جنب النادي الاسماعيلي وقريب من النادي الاسماعيلي، ما بدخلش، عشان كده بقول اللي انا عايزه وشايفه صح. يعني انت اوعى تفكر الناس اللي عامله صفحات للنادي الاسماعيلي وبتقول بقى ايه وبتدنى، تقول مثلا انا هاجمت يحيى الكومي ويحيى الجهومي موجود، وحاجمت مجلس الاداره هو موجود وجريده، وقلت فلان يمشي وبهاجم، لا، عشان ايه؟ لو بدخل النادي لازم بقى اقول كلام طيب في كل واحد موجود، لكن لا، انا بقى افضل ان انا انتقد النقد الصح، وان شاء الله باذن الله ومستمر على الكلام ده. دخلت النادي ما دخلتش النادي انا هقول كلمه الحق، واللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش يزعلش، وبنختلف ممكن في الراي، ولكن الحب النادي الاسماعيلي، حب جمهورنا الاسماعيلي هو اللي لازم يفضل. عايز حاجه تانيه؟ عسل.